السلام عليكم يا أبطال، معكم أكرم لمي. كيف ما عرفتوا قبل كنقرأ كتاب وتنشارك معكم المعلومات اللي وجدت في الكتاب، معلومات تفيدك في حياتك وتغير لك حياتك. من العنوان عرفتوني علاش غادي نتكلم، شرح أفضل مهنة في العالم وشرح الفرق بين المدير والقائد من كتاب نظرية الفستق للجزء الأول للكاتب فهد عامل الأحمدي. إلى عجبك المحتوى دير أبوني أو اشتراك بالأحمر وشجيم من عندك ومرحبا بك. هل تعرف أفضل مهنة في العالم؟ جميعنا يجب أن يعمل ويمتلك مهنة يعيش منها، مهنة تحقق لك الشهرة ونجاح كبير، مهنة تعطيك دخل كبير. أجمل مهنة في العالم هي التي تحبها وتجيدها وتذهب إليها وكأنك تمارس هواية تعشقها. المهنة هي التي تصنع بنفسك كمشروع خاص، المهنة التي تقضي نهارك مستمتعا بها ولا تشعر خلالها أنك محاصر في سجن المكان أو الزمان، المهنة التي تمنحك فوق كل هذا دخل كبير بأقل وقت وجهد. غادي نشرح لك بالتدريج. المهنة هي اللي تقدر تخدم فيها النهار كامل وانت مستمتع وتشعر بالحماس والقوة والإيجابية. المهنة هي اللي تعطيك داكشي اللي كتستحق. المهنة هي اللي تخليك تفكر غادي تنجح ورا غادي تنجح فيها. كل واحد عنده شي حاجة في الداخل ديالو وكيتميز بها، حاول تكتشفها. بحال الموهبة، حاول تطورها وجهلها هي المهنة ديالك. المهنة هي اللي تخليك فرحان وانت كتمارسها، المهنة هي اللي كتحس بأنك مهم وعندك قيمة. سأشاركك تقنيات تساعدك لإيجاد مهنة تناسبك. تذكر معي المواهب التي كان الناس يشيدون بوجودها لديك، يعني المواهب التي تعشقها لدرجة الجنون، المجال الذي تحب التحدث به ويصمت الجميع للإنصات إليك حين تفعل ذلك، الشيء الذي كنت وما زلت تتفوق فيه على أقرانك ويمكن أن تتطوع بفعله بلا مقابل. باختصار، أن يكون عملك هو موهبتك. هذا أكبر سر سيساعدك في إيجاد أفضل مهنة في العالم. عزيزي المتتبع، الكاتب فهد عامر الأحمدي شرح لنا الفرق بين المدير والقائد، وأنا بدوري سأشارككم هذه المعلومات. هذه المعلومات اللي غادي تغير لك رؤيتك للأهداف. المدير يشير اسمه يدير العمل وأعضاء الفريق، بينما القائد يبتكر العمل ذاته ويلهم أعضاء الفريق. المدير يعمل حسب التشريعات والأنظمة، في حين يركز القائد على الأهداف النهائية وكيفية الوصول إليها بطرق مبتكرة. المدير يدير أشخاص مهيئين مسبقا لإنجاز أعمالهم، أما القائد يخلق فريق عمل يؤمن بأهدافه ويوحد جهودهم المشتتة لتنفيذ مهمة عظيمة واحدة مشتركة. المدير يتحدث ولا يستمع، يأمر ولا يناقش. همه الأول تنفيذ الأوامر وعدم مخالفة التعليمات، أما القائد فيلهم موظفيه ويستمع إليهم ويناقشهم ويحثهم على الابتكار وتقديم أفضل ما لديهم دون مخالفة الأنظمة والتعليمات. المدير صارم وصلب، ينشر الإحباط بين موظفيه ولا يشجعهم على المبادرة، في حين ينشر القائد بينهم روح التحفيز والتشجيع والمرونة ويعتمد نظام المكافأة لا العقاب. المدير قد يستسلم حين يواجه مشكلة جديدة، أما القائد يعتبرها تحديا جديدا يسعى لتجاوزها بطرق مبتكرة. باختصار عام، يمكن القول أن المدير يطبق أما القائد يبدع. المدير يتحكم والقائد يلهم. المدير ينظر للقريب والقائد ينظر للبعيد. المدير يفكر بالاستقرار أما القائد يفكر بالابتكار. من هذا ندرك أن القائد هو أيضا مدير، في حين أن المدير ليس بالضرورة قائد. والآن أخبرني عزيزي المتتبع، أين ترى نفسك؟ مدير أم قائد؟ إلى عجبك المحتوى ديالي ما تنساش دير جيم واشتراك في القناة وشجع القناة وتفارطاج لهذا الفيديو هذا.